السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ السوداني اللي طلع امبارح يتكلم أو من فترة، أنا لسه شايف الفيديو بتاعه امبارح، طلع يتكلم عن مصر ومصر جزء من السودان والكلام ده. انتوا ليه يا جماعة عاملين يعني ايه العنصرية اللي انتوا فيها دي؟ يعني ايه العنصرية اللي انتوا فيها دي؟ هو يعني كل واحد هيقعد يعمل لي فيديو اسمه ايه بتاع امبارح ولا بتاع الاسبوع اللي فات ده، اللي هو جاي من ورا الجاموسة كده على طول، وقام ملحقش يغسل وقام قاعد عشان يتكلم عن مصر. هي مصر عاملة فيكوا ايه؟ عايز اعرف مصر عاملة فيك ايه. انا مش فاهم، انا يعني كل واحد قاعد فاضي يتكلم عن مصر والشعب مش عارف ايه وشعب احنا مش، انا مش عايز اوسخ لساني معاك واتكلم باسلوب وحش يعني او مش كويس. احترم نفسك، احترم نفسك. يعني انت باين عليك راجل كبير او مش فاهم انت بتقول ايه، مش فاهم انت بتقول ايه، وعمال تعك وتتكلم وتقول ومصر انت ايه، يعني مصر جالكوا على الجرح. يعني هي مصر جالكوا على الجرح؟ مصر عاملة فيك ايه؟ كل واحد يعني قاعد فاضي ما فيش ولا شغل او ما عندوش اي حاجة يعملها، يطلع يتكلم عن الشعب المصري، يتكلم عن ما بيخليش حاجة ما بيتكلمش فيها. يقول لك احنا الملك فاروق ده اصلا كان سوداني. انت يا ابني بتتكلم ازاي يا ابني؟ انت جماعه قبل ما تطلع تتكلم تعمل فيديوهات، افهم انت بتتكلم عن مين وعن ايه وايه الموضوع اللي انت عامله وايه الحوار اللي انت عايز توصله اللي قدامك. انت طالع عمال تعك في المعكوك وقاعد تقول ايه كلام في الفاضي اللي انت بتعمله ده. الشعب السوداني فوق راسنا واخواته حبايب. انت خليك على جنب، لان انت يعني خلينا من التاني اللي هو بيطلع يطبل في الهيصه دي، اللي طلع واخد له حبايتين ولا حاجه ويطلع يتكلم ويقول ويعيد والناس تسقف له. اللي هيشوف دلوقتي الفيديو ده اذا كان مصري او سوداني، انا عايز اقول لكم حاجه بس، العالم ده يعني الدنيا دي كلها مسيرها الى الفناء. اولا مسيرها الى الفناء، ثانيا انت اللي طلع تتكلم على مصر وصد النهضة وتتكلم على زفت اسود على دماغك. خلي عندك ادب حوار وخلي عندك ثقافة وخلي عندك احترام للناس، بدل ما انت راجل كبير كده وملفوف في ملاية السرير وطلع عمال تقول لي من امتى مصر الشباب اللي عاملين المبادرة اللي يضموا مصر للسودان او يضموا السودان لمصر. مش هيحصل الكلام ده يا ابني، ده مش هيحصل. اي حد يشوفني يشير الفيديو ده يا جماعة شيروه، الكلام ده مش هيحصل يا ابني. انت تعبان في مخك؟ يعني انت تعبان؟ سبحان الله. يعني عمال السودان ايه اللي هتنضم لمصر يا حبيبي؟ هي مصر ناقصة؟ مصر كفاية عليها شعبها، كفاية عليها الشعب، كفاية عليها اللي هي فيها، كفاية عليها الكلاب اللي عمال كل واحد عمال ينهش فيها شوية بشوية بشوية بشوية.
كل واحد كل واحد تكالبت العالم العالم تكالب على مصر العالم تكالب على مصر في مجلس الأمن شوية وفي الصحافة الإثيوبية شوية وواحد يطلع من السودان مش فاهم حاجة شكله كده كان بينظف الأناية ولا بيطلس طالع من الترعة ولا مش عارف كان بيعمل ايه قلع الجلابية وهوبا قاعد قدام الكمبيوتر ولا قدام الزفت اللي على دماغ اللي جابوه عشان يتكلم عن مصر كل واحد لسانه 60 متر على مصر يا مصر عاملة فيكم ايه يا جماعة الخير انتوا او يا جماعة الشر مصر عاملة فيكم ايه مصر يعني انتوا شايفين مصر مثلا دولة يعني هزيلة مصر كبيرة يا ابني مصر دي كبيرة يا ابني يا عم الحاجة اللي ما انت قاعد تتكلم قاعد تتكلم وتقول احنا نضم مصر للسودان ماشي ضم مصر للسودان يا عندي يعني لو تقدر تضم مصر للسودان ضم مصر للسودان انت طالع ومكلف نفسك وساب مصالحك اللي في الغاد مصالحك اللي في الغاد والبهايم اللي قاعد ديت اللي في البتاع وطالع عشان تقول مصر يخرب بيت اللي جابك قسما بالله اي واحد بعد كده اي واحد بعد كده انا اول ما بحب بلدي انا راجل بحب بلدي ومش عايز اي كلب يفتح بقه مع على مصر انا هنشر الفيديو ده في كل حته عشان سيادتك تشوفه ايه مش عايز اغلط عشان في ناس محترمه هتسمع التسجيل ده ومش عايز اغلط انا مش عايز اغلط فيك انت ازاي يا لطخ انا اسف في اللفظ ده يا جماعه اللي هتسمعوني ازاي يعني انت طالع عمال تجيب من كل فيلم اغنيه شوية الأهرامات أهرامات مين اللي كانت في أهرامات اللي بتاعت السودان وأهرامات إيه يا ابني اللي كانت بتاعت السودان يا ابني وجيش مصر الجيش المصري أنت بتتكلم عنه ده جيش كبير ده جيش كبير يا ابن الحلال ده جيش ما يعني ما تجيبوش سيرته ما تجيبهاش على لسانك عشان عيب سيرته ما تجيبش سيرة الجيش المصري على لسانك أو من باب الاحترام لما تجيب اسم الجيش المصري تقف احتراما ليه إنما أنت قاعد لجوه الجلابية اللي أنت قاعد فيها دي وقاعد تقول وتعيد وتتكلم وزاد على كده كمان تشتم في الشعب وقاعدين في ونايمين في الشوارع وانتوا نايمين في السودان متفرتكة من جوه السودان منعدمة من جوه بتاكلوا في بعض كده اكل احنا بنقول الشعب السوداني فوق دماغنا الشعب وشباب ايه اللي انت بتقول عليهم شباب مصريين عاملين مبادرة ايه يا ابن انت يكتب بدر الله في شوية رز يا شيخ مبادرة ايه يا عم الحاج انت روح شوف بهايمك روح شوف البهايم بتاعتك ولا شوف الغنم بتاعك اللي على الترع اللي هيموت من غير اكل ده بقول لك ما بتقول لي مش عايز اطلع مش عايز ولا يعني انت ايه اللي جبرك انك تطلع ايه اللي مخليك تطلع وانت راجل كبير كده في السن ومش عارف انت بتقول ايه اي كلب يجيب سيرة مصر بقلة ادب هرد عليه بقلة ادب هديله من تحت رجلي مش عايز اكبر في الكلام الوحش او اكتر فيه عشان في ناس محترمة هتسمع الفيديو ده وحاجة تانية
الاخ اللي هو الواد الجربوع اللي هو بيطلع ده يسقف للاثيوبيين ونجحنا 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 وعبرنا ومشغل اغاني وطنيه وموسيقى وطنيه. انت يا صعلوك يا اللي بتاخد يا اللي بتقبض مش عارف تقبض منين، هو واضح ان انت قابض يعني قابض وحافظ. انت شايف التاريخ وشايف التاريخ ايه؟ روح شوف التاريخ اللي على وشك، التاريخ اللي على الاسود اللي على وشك ده شوفه. انت عمال وعمال يطبل وهيص وانتصرت. انتصرت على ايه يا ابني؟ انتصرت على ايه؟ هل ان احنا مش قادرين نضرب صد النهضه ده؟ هنضرب امه. هل احنا انت بتقول المصريين بق على الفاضي، المصريين بيتكلموا على الفاضي. عايز اقول لك على حاجة، الكلاب تنبح والقافلة تسير. الكلاب تنبح، خليكوا يا كلاب يا كلاب انبح زي ما انت عايز، بس مصر ماشية في الطريق الصحيح ان شاء الله، ومصر فوق الجميع، ومصر احسن من الجميع. مصر احسن من الجميع. شاء من شاء وابى من ابى. الرسالة دي لأمثالك، ليك واللي لسه بيفكر يطلع، والاتنين اللي طالعين لي امبارح، الاتنين اللي طالعين لي امبارح اللي بيقولوا شباب مصر اللي هم بيتعاطوا شباب مصر مش لاقي ياكل ومش لاقي، لا انت لاقي نفسك انت تاكل انت الأول. ده انتوا ناقص تاكلوا الكلاب يا ابني. انت ما عادش خلاص ما عادش عندكم حاجة، لازم ان شاء الله تاكلوا الكلاب. الكلاب هتاكلوها. احترم نفسك يا ابن الناس الطيبين، احترم نفسك واعرف انت بتتكلم عن مين وبتتكلم عن ايه وبتوصل رساله لمين. اولا انت بتوصلها، انت اخرك توصل الرساله للبهائم بتاعتك. وصل الرساله اللي انت طالع مكلف نفسك عليها دي للبهائم بتاعتك اللي سايبها من غير اكل. طب شوية علف شوية مية، انما انت ما تطلعش تتكلم على مصر. شوية علف شوية مية شوية بتاع زفت على دماغ اللي خلفوك، انما ما تتكلمش على مصر. مصر ما تجيبهاش على لسانك، تجيبها على لسانك باحترام. انا لحد الان من وقت ما بدأت التسجيل لحد الان انا ما غلطتش في السودان، لان انا من جواتي محترم، احترم اللي قدامي واجبره ان هو يحترمني. انما انت اللي زيك لا تعلم الاخلاق ولا تعلم ازاي اتكلم. والله انا ما كنتش عايز اطلع، بس كنتش عايز اطلع. ما تطلعش، مين قال لك اطلع؟ مين قال لك اطلع؟ طلعت على ظهرك يا شيخ. انتوا في ايه يا اخوانا؟ في ايه؟ جايبين لي كرسيان وقاعدين على شط ترعه ولا مش عارف قاعدين على فين، وواحد حاطط لي رجله في المايه بيقول لك المايه دي المايه دي بتاعتنا، والمايه دي مش عارف ايه، والمايه دي مش عارف ايه. ضرب صد النهضه اقرب من ان انا اعمل ايديا في عيني كده، وكل واحد يطلع لي على التلفزيون ويحلل على مزاجه، ويجيب من الشرق يحط في الغرب، ويجيب من فوق يحط تحت، ومصر بقت جرس في ايد كل واحد شويه. مصر بقت يعني لبانه في بق كل واحد وسخ من امثالك وامثال اللي خلفوك، ان انت انسان غير محترم. مش عايز اغلط في البلد، لان البلد الشعب السوداني شعب طيب ومحترم، ومن الصعب ان هو يعني يتنرفز بسرعه. انت طالع مستخبي في الخيمه وقاعد تتكلم وتقول مصر ومصر ومصر ومصر. مصر احسن منك، ومصر فوق دماغك بعيالها بشبابها برجالتها الكبار. الحريم اللي انت بتتكلم عليهم دول
يا ابن الرفضي، الجزم بتاعتهم فوق دماغ اللي خلفوك. يعني أنا عايز أفهم، أنا كل واحد مش لاقي لك شغلانة أو ما عندكش شغل؟ طب أنت جبت تليفون منين؟ إيه؟ أنا عايز أعرف، أنت يا عم الحاجة اللي طلعت تتكلم، أنت جبت تليفون منين إيه عشان تسجل وتطلع تتكلم كده؟ وأنت مالك ومال مصر عشان تتكلم؟ ومين قال لك أصلاً إن إحنا اللي الشباب عم إشاعات يا عمي، إشاعات يا عمي. شباب ايه اللي عاملين مبادرة ان هم يضموا السودان لمصر؟ مصر ايه اللي السودان اللي تتضم لمصر؟ السودان يعني السودان دي بقت الدولتين مش دولة واحدة، دولتين مش دولة واحدة. لازم أن تفهم دي كويس قوي. انت بقى من الجنوب ولا من انهي داهية فوق دماغك؟ يا جماعة اللي يسمع الفيديو ده او يشوفه يشيره، لان انا عايز الوسخ اللي طلع الفيديو ده يشوف الفيديو ده ويسمعه. انت زبالة، انت زبالة وغير محترم، ولا تمثل السودان في شيء، واللي واقفين وراك او بيدعموك او اللي محفظينك شوية الكلام اللي انت طلعتك تتكلمهم دول مش هينفعوك، دول يا ابن الصرمة. مصر تتكلم عليها كده بالاسلوب ده؟ مصر هي اللي خلاص المصريين ما لهم، ما عادش لهم تمن ولا سعر. خلاص احنا بقينا في زمن، الزمن بقى ماشي بظهره كده، والايام بقت ماشيه بظهره، وكل واحد يعني ركب الموجه. واحد شايف نفسه خفيف كده يطلع يركب الموجه ويتكلم عن مصر. اي كلب هيطلع كلام عن مصر او يطلع فيديو عن مصر او يتكلم على شعب مصر، حرمنا يا اولاد الجزم يا كلاب، حرمنا اللي انتوا بتجيبوا سيرتهم على لسانتكم دول. اللي عايز قطعه اشرف منكم يا كلاب، لا ليكوا اصل ولا وطن ولا سعر ولا تمن ولا شخصية. ما أنا مش فاهم، أنت يعني إيه الدافع اللي يخليك تطلع تسب في مصر؟ أنت بتسب مصر ليه؟ لحساب مين؟ لحساب مين انك تطلع تسب مصر؟ الدبان كتر، الذباب الالكتروني كتر، انتشر، بقى كل واحد قاعد فاضي يطلع يتكلم عن مصر وشعب مصر وحريم مصر وعيال مصر. ده انتوا ناقص تتكلموا على الحمير وال اتكلم عليها، اتكلم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. الواحد يطلع في عبر الفيس، لكن أنا موجوع. خبر يتداول في مواقع التواصل عن مبادرة شبابية مصرية تدعو إلى إعادة ضم السودان إلى مصر، والواحد النازل جيراننا دي ليه ما الواحد يسكت ويستحمل؟ وصلوك مرحلة لابد انك تطلع من طورك تتكلم فارغ. مبادرة مصرية شبابية تدعو الى الامم المتحدة لإعادة ضم السودان لمصر. احنا 200 كنا تابعين لمصر بإمارة شنو؟ بإمارة شنو كنا تابعين لمصر؟ السودان لم يكن يوما من الايام جزء من مصر، هي نزاهة مصر. مصر دي منذ غرق فرعون لم يحكمها مصر الا في زمن جمال عبد الناصر. محمد نجيب ذاته ما مصري سوداني بنفتخر به. اخواننا نازل وصلوا مرحله من البلطجه وقله الادب وعدم احترام الجيره،
نحن مصر السودان وقف معاه كثير وانا حاذكر الكلام ده. يطالبوا بيضم السودان يا اخي، نحن ذاته بنطالب بيضم مصر، بيضم مصر للسودان، وعندنا دليل انه مصر دي كانت جزء من مملكة كوش، مملكة كوش السودانية، وانه جدنا بحانخيه ملك النوبة العظيم مشى استعمر مصر غرابة 300 سنة هو وأسرته، والسبب سبب اللي خلاه يغزو مصر زي ما قرونا في المدارس انه كانوا بيسيئوا معاملة الحصين، احتل مصر عشان هم بيسيئوا استعمار الحصين. بالتالي نحن ذات مصر نعتبرها جزء من السودان، نطالب بضمها برضه، حنعمل مبادرة. نحن السودان والملك فاروق وما عارف وين، يا اخي يا اخي الملك فاروق ده يا اخي ما مصري يا اخي، ما تقدونا بيه ما تبرونا بيه، عمره ما كان مصري. فاروق فاروق انتوا بتذكروني زول بيفتخر بفحولة بفحولة جاره. تعال وريني منذ الحقب، وريني حاكم مصري حكم السودان. ما تقول لي فاروق، ما تقول لي فاروق، فاروق ده ألباني تركي، أنا ما بس ما مصري هو. أذكر رئيس حاكم ما حكم السودان، أذكر لي. كل ما يجيكم استعمار تلزوا لينا، امشوا بقى عندنا جيران زي الفل، جيران زي الفل، جوكم التراك جبتوه لينا، جوكم الإنجليز جبتوه لينا، أي بلا جاكم لازينوا لينا. تيجي تقول استعمرنا السودان، جيتم على أتراك كتبة قلتوا خلاص نحن السودان ده حقنا، جيتم على الإنجليز مع كيتشنر كتبة وشيالين وسعاء وخدم، برضو طوالي ركبتوا مكانة إن السودان ده حقكم ومعارفين والملك فاروق والكلام ده. أذكر رئيس حاكم عام مصري حكم السودان في منذ 1899 لحد 56 عشان أنا أقتنع، وحزار تقول لي فاروق، فاروق ما مصري، عشان ما تفتخر ليك بمستعمر، هون أكثر ناس بيحبوا من استعمرهم بيفتخروا به. يا أخي السودان ده قدم كثير لمصر يا أخي، قدم كثير. السد العالي ده مثال، نحن غرقنا تاريخ تاريخنا كله في حلفة عشان عيوننا المصريين، لأنه علمونا إنه مصري يا أخت بلادي، وقرونا لا كثير وغناه الكابري. أغرقنا حلفة عشان المصريين ينعموا بالسد العالي، كهرباء موية زراعة. بعد ده يقول لك السودان وانتوا بوابين وما عرفش كيف وعبيد. يا أخي نحن مفتخرين بسمرتنا، مفتخرين بلوننا الأسود، وفي السودان وفي العالم كله ما شايفين زول احسن مننا، عشان ما تتعبوا نفسكم. نحن شعب كريم، وقفنا مع مصر في كل حروباتها، في كل حروباتها وقفنا معاها من 48 لحد 73، لكن هم نكارين جميل ونكارين حميده. السودان قدم كثير لمصر، وكان الجزاء انه احتلوا 3 مدن سودانيه في غفله من الزمان، احتلوا برماد شلاتين وحلايب، والان بيحاولوا يمصروا تلك المدن، ده جزانا اللي عملناه اليوم. بيجي يقول لك خيرك نادي الارض، يا اخي حديث خيرك نادي الارض ده الامام الالباني قال موضوع، حديث موضوع يعني فتل واحد من دماغه، ما ضعيف، لو ضعيف بتلقى له حديث بيشيله معاه، لكن موضوع. واجناد الارض دي اكثر جيش، اكثر جيش تعرض للهزائم في العالم، لم يحقق نصر واحد، لم يحقق نصر واحد، لم يحقق نصر واحد. وحتى حرب 73 نصري 73 و10 اكتوبر وعارفين واوا، اسرائيل عملت هجوم مضاد، كلكم بتعرفوا الثغره، واقتربت قواتها من القاهره لحد ما السادات جرى وركع تحت الامريكان عشان يوقف الهجوم. خير ان هذا الارض، انا شخصيا بعرف لهم انتصار وحيد، هو كان في رابعه العدويه، قتلوا ركع السجود بس، ناس عزل قتلوهم، ده انتصار الوحيد اللي ممكن احنا نحسبه لخير ان هذا الارض. يا اخي احنا استحملناكم كثير، استحملنا
كمية من الإساءات، من التجريح. والله نحن السودانيين ديل والله ما شايفين زول أحسن مننا، ما في زول أحسن مننا ذاته. تضم مبادرة ضم السودان لمصر يا أخي، نحن كنا تابعين لك 200 عشان تضمنا يا أخي، تضمنا كيف؟ نبقى معاك دولة واحدة وتبقى في عبده أمنا المثالية؟ لا والله يا أخي، والله إن حجيرتكم دي لو الكرة الأرضية دي تلف وتودينا جيران مع إسرائيل والله أحسن لنا منكم. كل الأذى، كل الحروبات، كل الفتن أنتم سببها. أنا بتكلم عن حقب حاكمة حكمت مصر، فيه الناس كويسين لكن يعدون عدد ضئيل بالغالبية التي تحمل حقد. يا أخي شوهوا الصورة بتاعت الشخصية السودانية يا أخي، منذ أفلام الأبيض والأسود يا أخي، بيرسخوا السوداني بواب، السوداني صفرجي،